السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل، يا صباح الحب، يا صباح الرضا، يا صباح كل حاجة حلوة، أو مثل الرضا أو مثل الحب والجمال وكل الحاجات الحلوة لو البنت بتشوفيه بالليل. النهاردة هنعمل مع بعض وافلز حلو جدا، الوافلز صحي، وكمان طبعا بما اننا خلاص المدارس ممكن هيعملوا كمان وجبة للأولاد. عودوا أولادكم ان هم ياكلوا الأكل الصحي زي ما اتفقنا، وانا عملكم كذا حاجة بدي شوفان صحية للأولاد وكمان الناس المتبعة النظام الدايت العادي. هنقول كمان بدايل لو انت حابة تحوليها لوافلز للكيتو. تمام، هيكون معايا بيضة، نص معلقة بيكنج باودر. هحتاج معايا هنا كوافلز صحي كمان للأولاد هحتاج ربع كوباية من الحليب. هستبدلها لو انا على نظام الكيتو بربع كوباية من الكريمة. هحتاج معايا فانيليا، انا هنا عشان الاولاد هبتدي الونه، فانا جايبة الوان صحية دي بتتجاب من فتح الله او كارفور او اي هايبر كبير. جايبة بقى اللون الاحمر واللون الازرق الاخضر، الالوان دي صحية ما نقلقش منها خالص. وجايبة هنا هحط حوالي 3 معالق من دقيق الشوفان، هستبدلها بدقيق لوز او دقيق جوز الهند عادي خالص. هنا هضيف طبعا عشان الاولاد عسل نحل، رشة بسيطة كده لتحليته لان احنا هنحط عليه اضافات من فوق. لو هو على نظام الكيتو هحط سكر ستيفيا، لو انت برضك دايت عادي ومش عايزة سعرات تكون عالية شوية هنحط سكر ستيفيا، يعني زي ما اتفقنا ان الاولاد ما ينفعش احط لهم سكر من السكر اللي هو الدايت. خلاص يلا معايا، لو انت اول مرة تشوفي قناتي والفيديو هيعجبك ان شاء الله، ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة من زر سبسكرايب، وكمان ما تنسوش حبايبي تفعيل الجرس، مهم جدا عشان يوصل لك كل جديد. اول حاجه هناخد المكونات. لو انا ما عنديش جهاز الوافلز هعمل ايه؟ عادي خالص ممكن اعملها في الطاسه مفيش مشاكل، هتبقى عطشه معايا شكل البانكيك. تمام، وفي كمان دلوقتي السيليكون، يعني الوافلز السيليكون متوفره في كل الاماكن، سهله جدا وبتبقى مش غاليه يعني. تمام، بس الولاد بيفرحوا بيها قوي في شكلها. ابتدي انزل البيض والفانيليا واقلب كويس جدا، وبعدين هنزل بالحليب نص ربع كوبايه بالشكل ده. هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف اهو. هنزل بدقيق الشوفان 3 معالق و بنص معلقة بيكنج باودر، وأقلب كويس جدا لحد ما الخليط كله يندمج بالشكل ده. شايفين، وهنزل حاجة صغيرة كده ربع معلقة من العسل زي ما احنا شايفين، عسل نحل بالشكل ده. هبتدي اقلب المكونات كويس جدا، هسيب المكونات بس يعني حاجة بسيطة كده من دقيقة لدقيقتين عشان تندمج مع بعض بالشكل ده. هبتدي بقى اخد بمعلقة كده حبة في اناء عشان ابتدي اشكل شكل الوافلز زي ما انتم شايفين. يعني مثلا عايزة اعمله اللون الاحمر كده اهي، هاخد اللون الاحمر بالشكل ده وهجيب نقطتين بس لانه بيجي لون طبعا قوي يعني، وهقلب واشوف اللون اللي عجبني عايزه اتغمقيه براحتك خالص. شايفين طبعا كده لونه حلو اهو، وانا سخنت مكنه الوافلز او زي ما قلت لكم لو عايزين تعملوها في الطاسه تبقى شكل الكريب. هبتدي اخد البولة التانية هضيف فيها برضه نفس الكمية واحط عليها لون تاني، وهسيب واحدة اوريكم شكلها باللون الابيض العادي خالص. هبتدي اجيب لون الالوان دي، في منها الوان كتيرة جدا، في اخضر حزر ما انش عايز. بصوا طبعا الاولاد بتفرح جدا زي ما احنا عارفين بالالوان ديت،
هي الوان صحية بالشكل ده. هبدأ اجيب مكنة الوافلز وانا سخنتها، اهم حاجة ان انا لازم ادهنها دهنة كده بسيطة بزيت جوز الهند او زبدة براحتك خالص عشان ما تلزقش. وهبتدي اقلب وانزل بالشكل ده، وكمان هعمل الثانية. هبتدي اغطي عليها ونسيبها لحد ما تستوي. هنبدا مع بعض بقى نشوف شكل الوافلز. شايفين طبعا الالوان بتبقى حلوه جدا اهي، تيجي بالراحه كده طلعها. وبنفس الطريقه شايفين، وبنفس الطريقه هعمل بردك الابيض. تيجي انزل العجينه بالشكل ده، ما بتاخدش وقت خالص اهي، وهغطي عليها. هبدأ بقى اطلع، شايفين اللي هي طبعا باللون الابيض، بس هي الكمية كانت كبيرة شوية فطلعت مليانة. وهبتدي بقى زي ما احنا شايفين قد ايه طبعا شكل الوافلز حلو جدا، وهيبقى كمان حاجة صحية ومشبعه بالنسبه للاطفال. ممكن بقى اضيف لهم عليها عسل، ممكن كمان اضيف مثلا نوتيلا، طبعا احنا عارفين الولاد كلهم بيحبوا النوتيلا بالشكل ده اهي، وطعمها جميل جدا وكمان صحي. ممكن احط عليها مثلا مكسرات، ممكن اديهم معاهم ازود فيها العسل وما احطش عليها شوكولاته ولا حاجه، واديهم معاها كمان كميه من المكسرات الصحيه، هتبقى بالنسبه لهم وجبه حلوه جدا. اتمنى النهارده الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو يا ريت اللي اول مره يشوف قناتي يشترك في القناه ويفعل الجرس واللايك والشير لكل اصحابنا، مع فيديو جديد ان شاء الله. واشوفكم بالف خير وسعاده، ومستنيه منكم التعليق الحلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.